بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العلي العظيم. هناك آيتان قرآنيتان مباركتان بمضمون متقارب، تكشفان طبيعة سيئة عجيبة في نفس الإنسان. في تفسير هاتين الآيتين المباركتين يوجد أكثر من تفسير، أكثر من وجهة نظر، ولكن يبدو أن هاتين الآيتين المباركتين تتحدثان عن طبيعة في الإنسان، لا تتحدثان عن فئة من البشر. طبيعة قد يعالجها الإنسان وقد لا يعالجها. الآية الأولى، الله سبحانه وتعالى يقول: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. دعاء الخير ليس المقصود لعله الدعاء، يعني الطلب من الله سبحانه وتعالى، الدعاء بمعنى طلب تحصيل الشيء، لا الدعاء من الله، يعني محاولة تحصيل الأشياء. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، من طلب الأشياء التي يراها من صالح دنياه، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ليس يائسا قانطا، يئوس صيغة مبالغة، قنوط صيغة مبالغة، شديد اليأس، شديد القنوط. آية مباركة أخرى بمضمون قريب من هذا المضمون، الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. اليأس مشكلة كبيرة متفشية شائعة نفسية، وأيضا مشكلة كبيرة متفشية عائلية، وأيضا مشكلة كبيرة متفشية اجتماعية. اليأس مشكلة دنيوية وأيضا مشكلة أخروية. اليأس مشكلة سياسية وأيضا مشكلة اقتصادية. عجيب، هذا نسميه مرضا، نسميه مشكلة، هذه المشكلة عجيبة متفشية جدا في حياة البشر.
هذه المشكلة ما هي منابعها؟ ما هي أنواع العلاج لهذه المشكلة؟ هذه المشكلة التي هي ليست مشكلة واحدة، إنما هي من أمهات مشاكل الإنسان، لها أسباب، لها عوامل، لها مصادر كثيرة جدا. لماذا الشخص يصاب باليأس؟ لماذا العائلة تصاب باليأس؟ لماذا المجتمع يصاب باليأس؟ لماذا اليأس الاقتصادي؟ لماذا اليأس السياسي؟ لماذا اليأس من الدنيا؟ لماذا اليأس من الآخرة؟ مصادر ومنابع هذه المشكلة كثيرة جدا. نجمع بعضها في ثلاثة عناوين. العنوان الأول: الحكومات أم مشاكل البشر بصورة عامة، ومنها هذه المشكلة. المصدر الأول والأكبر لهذه المشكلة كسائر المشاكل الحكومات، طريقة تعاملها مع البشر، طريقة تقنينها للقوانين، طريقة تطبيقها للقوانين التي قننت. هذا المصدر الأول. المصدر الثاني: النواقص. النواقص في حياة الإنسان من أهم مصادر اليأس. النواقص يعني ماذا؟ يعني الأمراض، وأقصد من الأمراض كل نقص جسدي أو نقص نفسي، بعضها لعلها في الطب لا تسمى أمراضا. عموما النواقص في جسم الإنسان، في نفس الإنسان، الأمراض نسميها. النقص في المال، الفقر، من أسباب، من أهم أسباب اليأس. النقص في جانب الأمان، البلاد التي تعاني من أزمات أمنية كبيرة، هذه الحالة تتفشى فيهم. النواقص بصورة عامة: الحكومات أولا، ثانيا النواقص بشتى أنواعها، ثالثا التربية غير الصالحة، غير الصحيحة، التربية التي يتلقاها الإنسان من أبيه، من أمه، من معلمه، من أصدقائه، من مجتمعه، النظرة الخاطئة للحياة التي يتلقاها الإنسان ممن حوله، من الآباء والأمهات إلى الأصدقاء. هذا المجموع وغيرها من الأسباب والمنابع سببت للبشرية هذه المشكلة الكبيرة التي اسمها اليأس. كلمات لا أقول نسمعها، نقولها أحيانا، الآن الظروف غير صالحة، في المستقبل سأعمل، الآن أصدقائي ليسوا بذلك المستوى، عندما أحصل على أصدقاء أعمل. الآن الوضع السياسي غير ملائم، عندما يستقر الوضع السياسي سأعمل، وأمثال هذه الكلمات الكثيرة في حياتنا. يأس، يأس لفترة معينة على الأقل. أولا، من قال لك أنك ستبقى حيا حتى تعمل؟
بواجبك تعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى في المستقبل. يوجد ضمان؟ ثانيا، لنفرض أنه ضمنت أنك تبقى حيا إلى ذاك الوقت، فرض، من يضمن لك أن تبقى في عافيتك، أن تبقى في قوتك حتى تتمكن أن تعمل؟ لنفرض ضمنت ذلك أيضا، من يضمن لك التوفيق؟ بقيت حيا وبقيت في قوتك وبالفعل الأوضاع تغيرت، يبقى لك التوفيق؟ كثير من الناس يعيشون في ظروف جدا جدا سهلة ملائمة، لا يعملون، ما عندهم توفيق. تسويف، تأجيل، لماذا الآن لا أتمكن؟ عنده حالة يأس مؤقت. الحديث عن المشكلة كبير، ما العلاج؟ كلمتان أقولهما، كلمتان. الكلمة الأولى العبد لا يفكر في النتائج، العبد يفكر في الأوامر وفي تنفيذ الأوامر. أحيانا ننسى أننا عبيد لله سبحانه وتعالى. أتحدث عن المؤمنين طبعا، غير المؤمن ينكر، لا المؤمن. أحيانا ننسى أننا عبيد. العبد لا يسأل عن النتائج، ما النتيجة؟ العبد يسأل عن تكليفه ويحاول أداء تكليفه بس. ما هي النتيجة؟ النتيجة لا تخصك أصلا، أصلا أنت لست مسؤولا عن النتائج، وليست النتائج بيدك أصلا. النتائج بيد الإنسان، النتائج التي تحتاج إلى مليارات من المقدمات والمقومات تتمكن أنت وأنا أن نوجدها. أصلا لا نعرف ما هي المقدمات والمقومات حتى نتمكن أن نوجدها، ولا عرفنا، فهي كثيرة أكثر من كل طاقات كل البشر. أنا لست مكلفا بالنتائج، أنا مكلف بهذه بتنفيذ الأوامر، معرفة الأوامر، تنفيذ الأوامر. أنت أدي واجبك في كل ظرف، خلاص. هذه أعمال تؤثر ذاك الأثر أم لا؟ لا يخصك. عندي واجب، أوامر من الله سبحانه وتعالى، أوامر ممن كان يمثل الله سبحانه وتعالى في الخلق، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا مقتضى العبودية، ننسى مقتضى العبودية. لا، النتائج لا تحصل، لا يخصك. هذا أولا. ثانيا، من أين تقول أن النتيجة لا تحصل والنتائج ليست بأيدينا؟ كم من القضايا، كم من الأعمال استصغرها البشر وكانت لها نتائج كبيرة في تاريخ البشر كله، على مر العصور والقرون كانت لها تأثير كبير. الله يبارك، أنت ابدأ، أنت أعمل واجبك، الله سبحانه وتعالى يبارك. امرأة واحدة تقف أمام حكومة، من كان يتمكن أن يتخيل أن هذا العمل يؤثر؟ الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها بوحدها وقفت مدافعة عن إمام زمانها. لا سلاح، لا أموال، تركت الإعجاز أيضا جانبا، كانت تتمكن ولكن ذاك إعجاز، عمل عادي أمام حكومة مقتدرة قوية شابة. الحكومة الشابة تعرفون
طريقتها في الحزم طريقة غير طبيعية، طريقة سريعة قاطعة. حكومة شابة جابت هكذا حكومة، أثرها بقي أم لا إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة؟ إذا بقي من الإسلام شيء ببركة جهودها سلام الله عليها، ببركة وقوفها. كان من في المعادلة الظاهرية أحد يتمكن أن يتصور أن تلك الأعمال من امرأة واحدة وحدها أمام تلك الحكومة أصلا أعمالها تبقى إلى بعد سنة؟ لا. وبالفعل الناس ما رأوا آثارا في تلك العصور في تلك الأيام، رأوا أن القضية انتهت خلاص. بقيت آثار عملها أم لا؟ أنت أعمل بواجبك، الله سبحانه وتعالى يتفضل، لطف الله سبحانه وتعالى ينزل. أساسا حياة الأنبياء، حياة الأوصياء مليئة بهذه النماذج. الأنبياء انطلقوا عادة بقلة قليلة معهم من الناحية الظاهرية، قواهم ما كانت قوة كبيرة. موسى أمام فرعون، أمام قوة فرعون كان يمتلك شيئا؟ موسى الذي ما كان يمتلك طعاما يأكله أيام وأيام، يأكل من حشيش الأرض. لا أعلم في الروايات هذا الشيء مذكور أو في التاريخ مذكور أنه حتى اخضر بطنه، لون البطن من الخارج اخضر لكثرة أكله لهذا الطعام. عادي ما عنده يتمكن أن يقف أمام فرعون من الناحية الظاهرية، لا، الله عز وجل بارك. السيدة زينب سلام الله عليها أمام تلك الحكومة الضخمة، تلك الإمبراطورية، لا أقول حكومة، امرأة أسيرة، تتمكن أن تقف من الناحية الظاهرية؟ مستحيل أصلا، استحالة ظاهرية، استحالة عادية عند الناس في أعين الناس. أزالت جذور تلك الإمبراطورية، اقتلعتها من جذورها السيدة زينب سلام الله عليها. القرآن الكريم اقرأوه، آيات وآيات وآيات. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، خلاص. وأمثال هذه النماذج. العمل لا يؤثر، من أين تعلم أن العمل لا يؤثر؟ لماذا الإحباط؟ لماذا اليأس؟ واجبك أن تعمل، اعمل خلاص امشي. وإذا مسه الشر فيئوس قنوط. شر عادي، مشكلة بينه وبين زوجته. قلت لها مرة، قلت لها مرتين، ثلاث مرات، سنة أقول لها، ماكو فايدة خلاص. من أين تقول ماكو فايدة؟ تعلم المستقبل أنت، تعلم الغيب. يأس. مشكلة اقتصادية يقع الشخص فيها، خلاص انتهيت اقتصاديا، انتهيت. لا أتمكن أن أقول، من أين تعلم؟ ما قام بعض الناس الذين انكسروا قاموا بعد ذلك، فقراء اغتنوا استغنوا، ماكو في التاريخ كم نموذج في تاريخ من حولنا نعرف، لا أقول في التاريخ القديم. مشكلة سياسية هكذا، مشكلة اجتماعية هكذا. فالمشاكل نفقد هذا الأمل، هذا الطمع بفضل الله سبحانه وتعالى، نفقده. فنترك واجباتنا، المشكلة هنا، نترك ما هو مطلوب منا. ابني نصحته مرة ومرتين وثلاث مرات، لا يصغي، لا يسمع، خلاص أتركه،
لماذا أتركه؟ لأنه حصل في نفسي اليأس، إحباط في هذا البعد، إحباط. أنت أدي واجبك مرة مرتين ثلاث مرات ألف مرة عشرة آلاف مرة مئة ألف مرة مليون مرة، أنت أدي واجبك. من فضل الله عز وجل ترى النتائج. أقرأ لكم حديثين شريفين في بعدين مختلفين من هذا الموضوع وأختم بهما الكلام. الحديث الشريف الأول، الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله بأسبوع خرج إلى الناس خطب فيهم خطبة من أروع الروائع من خطب أمير المؤمنين، وكلها أروع الروائع. خطبة الوسيلة تسمى هذه الخطبة خطبة الوسيلة، مذكورة في كل الخطبة طبعا، مقاطع من الخطبة مذكورة في مصادر عديدة وعديدة. كل الخطبة أنا وجدتها في الكافي الشريف المجلد الثامن. في مقطع من هذه الخطبة يقول المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أعجب ما في الإنسان قلبه. كلمات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من الناحية الأدبية العربية في القمة، غير هذا من الناحية العلمية، كشف أسرار هذا الوجود. هذا الوجود أقصد البشر، العالم، الملائكة، من حول الإنسان على أي حال. أيها الناس، أعجب ما في الإنسان قلبه، وله مواد من الحكمة، في بعض المصادر موارد من الحكمة، وله موارد أو مواد من الحكمة وأضداد من خلافها. هذا القلب شيء جدا عجيب في الإنسان، فيه موارد خير، موارد حكمة، من نفس المكان يدخل ضد الحكمة الشيء السيء. وله مواد أو موارد من الحكمة، مورد محل دخول الحكمة، وأضداد من خلافها. فإن سنح له الرجاء، إذا صار إنسان صاحب رجاء عنده أمل، تدخل المشكلة من نفس المدخل. فإن سنح له الرجاء أذله الطمع، يصبح طماعا، طمع السيء، لأن الطمع فيه حسن وفيه سيء، يذله الطمع. الذي عنده رجاء عادة يكون طماعا، الذي لا يكون طماعا عادة يكون صاحب يأس. بشر. فإن سنح له الرجاء أذله الطمع، وإن هاج به الطمع، خب الطمع حصل، هذه مشكلة، نعم، أهلكه الحرص. وإن ملكه اليأس قتله الأسف. عنده رجاء مشكلة، عنده يأس الأسف يقتله. سبحان الله. حديث شريف آخر في بعد آخر. قبل أن أقرأ لكم هذا الحديث الشريف، سؤال: اليأس شيء حسن أم شيء سيء؟ واضح أنه شيء سيء، من أسوأ الأشياء، من مصادر الشر. بعض اليأس من المحرمات، بعض اليأس من الكبائر، من أكبر، في الروايات الشريفة، من أكبر الكبائر. بعض اليأس، اليأس من رحمة الله من الكبائر. الآية المباركة التي بدأنا بها الحديث: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يستلزم الكفر والعياذ بالله تعالى. اليأس شيء سيء؟ نعم شيء سيء، واضح. لا، يوجد يأس حسن، عندنا يأس حسن. ما اليأس الحسن؟ اليأس عما في أيدي الناس، هذا شيء محبوب جدا، صفة راقية جدا،
اليأس المبغوض اليأس من الله، اليأس من رحمة الله. أما اليأس مما في أيدي الناس، مما في أيدي الناس يعني ماذا؟ يعني أموال الناس، يعني قوى الناس، يعني مناصب الناس، يعني علم الناس، يعني كل شيء في أيدي الناس، هذا شيء حسن جدا. حديث شريف الكافي الشريف يذكره بسند معتبرا عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: ليجتمع في قلبك، ليجتمع أمر، لام الأمر، ليجتمع في قلبك، ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم. كلام جدا عجيب. اجمع في قلبك شيئين ضدين، الفقر ضده الغنى، اجمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عن الناس. يمكن ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم. كن فقيرا في قلبك، كن فقيرا إلى الناس، كن غنيا عن الناس. كيف يمكن؟ حديث جدا لطيف، كل كلامهم جميل. كيف يا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليك؟ فيكون افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن بشرك. تعامل مع الناس في لين الكلام، في حسن البشر، تعامل مع الناس كأنك فقير إليهم. الفقير ماذا يصنع؟ يلين كلامه مع الشخص الذي يحتاج إليه، يكون بشوشا محتاج. في تعاملك مع الناس تعامل معهم بأخلاق عالية كأنك محتاج إليهم، كأنك محتاج، هكذا تعامل مع الناس. أنت مستغني عنه، لا تقل أنا مستغني عنه، لو كنت محتاجا إليه ماذا كنت تفعل؟ هكذا افعل في تعاملك مع الناس. أصلا على العكس من ذلك، هو محتاج إليك، مع ذلك كأنك محتاج إليه، هكذا تعامل في أخلاقياتك. فيكون افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن بشرك، ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك. كن مستغنيا عنهم، لا تحتاج إليهم. في نزاهة عرضك احفظ ما وجهك، احفظ ما وجهك. في بقاء عزك كن عزيزا لا تكن ذليلا. كتعامل تعامل معه كأنك محتاج مفتقر إليه، في واقع الأمر اجعل قلبك في غنى عن الناس، عندك الله. هذا اليأس المحبوب، اليأس المحبوب هو اليأس عما في أيدي الناس. اعمل عملك، أد واجبك، الطرق الطبيعية لتحصيل الأمور امشي فيها، ولكن قلبك يكون غنيا عن الناس، عينك على شيء آخر، على مصدر ثاني. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. البشر يتمكن أن يستغني عمليا من الناس، البشر يعيش في المجتمع يحتاج إلى هذا يحتاج إلى ذاك. تتمكن أن تخبز الخبز لنفسك، تتمكن أن تطبخ الطعام لنفسك، تتمكن أن تكون طبيب نفسك، تتمكن أن تكون مهندس دارك، لا. طبعا الإنسان يحتاج، الإنسان البشر يعيش بين الناس، في كثير من جوانب حياته يحتاج. تتمكن أن تصنع السيارة لنفسك، تحتاج أن تشتري من هذا، تبيع لهذا، تعمل مع هذا، قلبك يكون هكذا،
وبفضلك عمن سواك. قلبي عيني ليس على هذا المهندس ولا على هذا الطبيب ولا على هذا العالم ولا هذا الغني ولا على هذا وذاك، عيني ليس على هؤلاء. أعمل عملي، أريد أن أبني داري، أذهب إلى المهندس، أطلب من المهندس، أطلب من العمال، هذه حاجتي الطبيعية. ولكن عيني ليست على العمال، ليست على المهندس، عيني على الله عز وجل. أعمل عملي. فقط وفقط ينظر الإنسان إلى حياة العظماء في البشر، من الأنبياء، من الأوصياء، من العلماء، من العظماء، يجد أن اليأس شيء خاطئ. اليأس من النتائج، اليأس مما في يد الله عند الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مهدي آل محمد، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا الاقتداء بهم، اللهم ارزقنا التوسل بهم، اللهم ارزقنا اتباعهم في الدنيا وشفاعتهم في الدنيا والبرزخ والقيامة والجنة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.